السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى إن شاء الله أن يكون الجميع بخير وعلى خير. إذا اليوم ما شاء الله غنحاول نديرو الصفحة 19. إذا اللي غتكون عندنا في الأكتيفيتي أورال، العنوان ديال هذا الدرس بسيط جدا، سي لا سيمولاسيون دان جورنال دي تيليفيزي. شنو هي لا سيمولاسيون؟ لا سيمولاسيون سي تو سامبلومون هي التقليد، سيمولي يعني كتقلد اش دان جورنال تيليفيزي. جورنال تيليفيزي شنو هو؟ ها هي عندكم لا ديفينيسيون هنايا، هو واحد ليميسيون d'information diffusée à la télévision et animée par un présentateur. Il y a une émission, يعني واحد البث ديال المعلومات من خلال التلفازه من طرف واحد الشخص اللي كيتسمى ان بريزونطاتور بيان اون بريزونطاتريس. سهله، هي الاخبار اللي كتقدم في التلفازه، اخبار كتقدم في الجريده اللي كنسموها لو جورنال، والاخبار اللي كتقدم في التلفازه كنسموها ان جورنال تيليفيزي. يعني ديك العناوين، ديك المواضيع اللي كاينه في الجريده هي نفسها كتكون في التلفازه، مي سات فوا لا كتكون ديفيزي بار دي فوتو، بار دي فيديو، كيكونوا فيديوهات، كيكونوا تصاور، وكيكون داكشي ماشي كتابه وانما كيكون يعني بالصوت. جيد، اذا هنا غنحاولوا نشوفوا لوبجيكتيف ديالنا طبيعه الحال اللي هو سيمولي ان جورنال تيليفيزي ا بارتير دو تيتر. اذا نحاولوا نقلدوا واحد لو جورنال تيليفيزي من خلال العناوين فقط، اذا ما ندخلوش في التفاصيل ديال الاخبار وانما فقط العناوين. اذا الا شفتوا كاملين هاد السيده كاملين كنعرفوها، اذا هي مقدمه الاخبار. هاد الاخبار اللي كتقدمها هي ان فوسوار، اذا هذه هي البيريود يعني البيريود دو جور اللي كتقدم فيها هاد السيده، ماشي الظهر وانما المساء. اذا الا شفتوا هاد السيده كما كتعرفوا يعني كيبان لو مانتيان ديالها، لي جيست ديالها كيبانو يعني متناسقين، دونك الهندام ديالها كذلك متناسق. اذا كذلك كاينه واحد لا كونفيونس اون سوا، اذا هادشي كامل كيجعلها انها تكون مقدمه جيده. اذا حنا ما غندخلوش في هاد التفاصيل وانما نقولوا باغ اكزومبل هنا ممكن الاستاذ يطرح لكم يقول لكم كو ريبريزونت ليماج، شنو كتقدم هاد الصوره هادي. تو سامبلومون غادي تجاوب الاستاذ غتقول له ايل ريبريزونت اون بريزونطاتريس، يعني مقدمه ديال من دو تيلي التلفازه، او بيان دي اون بريزونطاتريس دو لانفو سوار ديال الاخبار ديال المساء. صافي، اذا هذا هو السؤال اللي ممكن يطرح عليكم الاستاذ. جيد، اذا هنا ندوزو لجو بسيرف اي جو كومبران، نفهمو شنو المطلوب منا. دونك اون ريغاردون اون سيكونس دو جورنال تيليفيزي، وحنا كنشوفو واحد لو جورنال تيليفيزي، واحد الاخبار ديال المساء مثلا، جي سي ديتر اتونتيف، اذا نحاول انني نكون اتونتيف اي اتونتيف، نحاول نستمع بشكل جيد. او تيتر برينسيبو يعني العناوين اللي هما اساسيين كي اوفر لو جورنال اللي غيكونوا عندنا بطبيعه الحال في لو جورنال. نركز فقط على العناوين، ما نركزش على لي ديتاي. كما كتعرفوا في التلفازه دائما فاش كيبدا قبل ما تبدا المقدمه انها تدخل في التفاصيل ديال الاخبار، قبل من هذا الشيء كتعطينا فقط لقطات من داك من داك من داك الاخبار كامله، يعني كتعطينا ملخص ديال 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 الاخبار كامل كتعطيه لنا في البدايه. شنو مثلا غيكون المجال اللي غيهضروا فيه؟ مثلا المجال الاول غيكون واقع شي حادثه في شي مكان معين، المجال الثاني مثلا زياره ديال الملك، او الملك غيدش لينا شي حاجه مثلا في شي مدينه معينه، المجال الثالث ربما غيكون شي مستجد غيكون غتطرح مثلا في البرلمان، ممكن يكون مجال رابع مثلا شي حاجه عندها علاقه في مثلا مشكل اجتماعي، ممكن كذلك يكون العنوان الخامس يكون في السياسه، يعني بزاف ديال المجالات اللي ممكن انهم يكونوا في الاخبار. جيد، اي الاوردر سولون لوكال اي سون بريزونتي، اذا غيكون داكشي ديك العناوين غديرهم بشكل ترتيبي بحال هما بحال المقدمين، ما عنديش يعني عن العنوان الاول الثاني الثالث الرابع الخامس مثلا، انا غادي بحال هكا. جو بسيرف اوسي لو مانتيان، اذا غنشوف كذلك لو مانتيان يعني الوضعيه اللي فيها السيده، لي جيست الحركات اللي كتقوم بهم دو بريزونتاتور. Parfois, comme vous le savez, on ne communique pas avec seulement avec les mots, on ne parle pas seulement avec les mots, mais aussi avec les gestes, on parle aussi avec les mouvements. Les mouvements, par exemple, on peut faire des mouvements comme ça, on peut dire « sortez ». Mais on peut dire « écrivez », c'est-à-dire « écrivez ». C'est-à-dire que tous les mouvements ont un sens. Bien.
هنا جو في ايغالمون اتونسيون ا سون روغار، اذا غرد البال كذلك الطريقه اللي كتشوف بها. دونك مره كتشوف الورق، مره كتشوف في داكشي اللي مكتوب، حيت راه ماشي كتجيب داكشي من راسها، داكشي كيكون بيان بلانيفيي، كيكون داكشي ديجا مخططين ليه، يعني كيكون واحد التناسق. مره كتشوف الورقه اللي حداها، مره كتشوف داك ليكرون اللي كاين اون فاس معها اللي كتقرا فيه. دونك هنا كذلك اسافوار رد البال الصوت ديالها، النبره كتختلف كل وضعية. ممكن أن مثلا يكون عندنا شي موضوع اجتماعي، ممكن أنه يكون حساس، إذا نبرة الصوت خصها تكون مختلفة، ولا غريماس ديالها يعني ديال الوجه خص يكون كيمثل داك الوضعية اللي كتخدم. اي سا فاسون دو بارلي، يعني الطريقة اللي كتهضر بها كذلك عندها دور. ميمكنش انت كتهضر مثلا على الموت ديال شي شخص معين وانت كتهضر عليه وانت كتبتسم او لا كتضحك، وكتهضر بواحد الصوت اللي كيبين بانك انت كتستفز او لا ما مسوقش. اذا هنا خص يكون واحد التناسق ما بين الموضوع وما بين يعني الجسد او لا غريماس او لا الوضعية اللي فيها مقدمة ديال الاخبار. اذا ندوزو مباشرة للجوغوتيان. عندنا لو بريزونتاتور بيان لا بريزونتاتريس دان جورنال ou bien d'un téléjournal doit présenter les titres, ça te demande à l'anawin d'une voix audible. Bouhat saut, il con, yani, واضح. كل شيء كيعرفو، كل شيء غيسمعو، كل شيء غيفهمو. Il ou bien elle doit détacher son regard du support. Il a ça, yani, l'anin ديالها مرة يكونو في الوراقي، مرة يكونو détaché يعني في داك لو support اللي اون فاس معاها، داك ليكرون اللي كتقرا فيه. Regardez parfois le public. بعد مرات خصها تشوف الجمهور. الجمهور هو انت اللي كتفرج فيها اكيد، حيت ما يكونش حداها الجمهور. بالنسبه ليها هي كمقدمه الاخبار، انت هو الجمهور. كذلك لا كاميرا اون فونكسيون دو لا سيتياسيون. مثلا parfois كنكونوا دايرين الكاميرا، كيكون هنا كيكون اون فاس لا بريزونطاتريس، parfois كنشوفوا الصوره تبدلات والوضعيه ديال المقدمه ديال الاخبار مثلا يعني دارت واحد شويه. كذلك كاينه يعني واحد الكاميرا في القنص، يعني هي خصها تادابتا مع لا كاميرا ديالها. هادشي بطبيعة الحال اون فونكسيون ديال الوضعية اللي فيها هي. اذا غنشوفو هنا جو مونتخين. جو سيليكسيون اي كلاس لي تيتخ دو لا اون دان جورنال اون فونكسيون دو لوغ امبورتونس. اذا غنشوفو العناوين، مثلا حنا درنا بزاف ديال لي زون، درنا بزاف ديال لي زون. دونك هنا غتختار وحدة فيهم وغاد تاخد العناوين ديالهم بطبيعة الحال، غتكتبهم فرقة ياك، وغتكتبهم بالترتيب. وشنو غدير؟ إذا غترتبهم حسب الأهمية. دونك هنا عندنا أون فونكسيون دو لوغ امبورتونس، يعني حسب الأهمية. إي جو سيمول أن بريزونتاتور، وغنقلد بحال هاد لا بريزونتاتريس اللي عندنا هنايا، الطريقة اللي كتهضر بها، الصوت ديالها، الطريقة اللي كتشوف بها، لو مانتيان، لي جيست، الحركات اللي كدير بيديها، كذلك بالحركات اللي كدير بالفم ديالها، انسي دي سويت. اذا غتقلدها. ممكن هذا الشخص، ممكن تكون هي، ممكن يكون واحد الشخص واحد اخر يعني شتيه في التلفازه حتى هو كيقدم الاخبار. هنا ان مو سيرفون دو سي تيتر. طبيعه الحال اذا غتقدموا هذا الشيء هذا فقط غير العناوين، ما تدخلوش في لي ديتاي ديال داك العناوين، ما تقولناش كل عنوان علاش كيهضر. صافي. اذا هنا بطبيعة الحال هاد الشيء هذا حاولوا تختاروا شي وحده من هاد من لي بروميير باج، من لي بروميير باج اللي درنا. وهكا ان شاء الله صايبوا غير العناوين، كتبوهم في ورقه وقدموهم بشكل عادي. هنا بالنسبه للجوري انفيستي، عندنا جيميت مون بروفيسور، باردون مون بريزونتاتور، وي ما بريزونتاتريس دو تي دو تيلي جورنال بريفيري. اذا انت عندك واحد الجورنال تيلي جورنال بريفيري اللي كتشاهدو بشكل يومي، او مثلا كتشاهدو غالبا كتشاهدو، اذا انا تحاول يعني جيميت هي نقلد. جيد، انا نعطيكم واحد ليكزامبل هنايا باش هكا تفهموا اكثر. لان عندنا هنا باردون nous avons ici un exemple. هذا لو جورنال هذا بطبيعة الحال هو لو ماتان. إذا عندنا مجموعة من العناوين هنايا. إذا عندنا هذا العنوان هذا اللي فيه الصورة ديال الملك، ديال سا ماجيستي لو روا محمد السيس. كذلك عندنا هذا العنوان هذا، عندنا هذا العنوان، عندنا هذا العنوان، هذا العنوان، هذا كاملين غنرتبهم حسب الأهمية،
وغنجي وغنقدم. شنو غنقول باغ اكزومبل هنا؟ شنو غنقول؟ غنقول ميدام زي ميسيو بونجور بونسوار اي بيان فوني دون سات ايديسيون، مرحبا بكم في هذه ليديسيون. تو دو سويت لو سومير دو سو جورنال. اذا مباشره كنقدم لكم يعني شنو اللي غيكون في هذا الجورنال. بروميرمون l'activité royale, un chétan malakia. Deuxièmement, Sahara marocain. Troisièmement, scolarisation. Et là, nous, la haja, Mais mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire de ce journal. 1. L'activité royale. 2. Sahara marocain. 3. La scolarisation. L'activité royale, accomplissement de Sa Majesté le Roi, de la prière de vendredi à Casablanca et lancement des projets d'aménagement dans plusieurs quartiers. Sahara marocain, des efforts pour adopter le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Hadji Metin Radgoul, scolarisation. Reportage sur 10 élèves qui s'engagent en faveur de l'environnement, ou ainsi de suite. Hakan Jaradi. Hola Moukin Djoudgoul, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire de ce journal. 1. L'activité royale. 2. Sahara marocain. 3. Scolarisation. 4. Sport. Ouhbis. انت وجهدك داكوغ. يلا بالتوفيق للجميع. اذا نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا ولو القليل. اذا هادشي كامل كيهضر على لا سيمولاسيون دان تيلي جورنال. اذا كيفاش نقلدوا مقدمه الاخبار او مقدم الاخبار بالحرف، يعني كيفاش كتستعمل ليجاز ديالها، كيفاش كتشوف يعني لو روغار ديالها، كيفاش يعني لا فوا ديالها يعني الصوت ديالها، اي لا فاسون دو بارلي، الطريقه اللي كتهضر بها. هادشي اللي كاين في هاد الدرس، ما كاينش شي حاجه واحده اخرى. ما تنساوش هنا، حاولوا تركزوا، شوفوا شي لا اون من الاختيار ديالكم وهزوا فقط العناوين وخذوا هذه الجمله الاولى. ميدام زي ميسيو بونجور اي بيانفينو دون سيت ايديسيون، تو دو سويت لو سومار دو سو جورنال، وبداو العناوين ديالكم نتوما صافي. يلا بالتوفيق للجميع. الى الفيديو لاحق ان شاء الله.